في جديد مسلسل الهجرة غير الشرعية، أحبطت قوة من الجيش اللبناني عملية تهريب عشرات المهاجرين كانوا على متن مركب عند شاطئ بلدة شكة شمالا. ولمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع تنضم إلينا الزميلة رنا عبود عبر الهاتف. إذن رنا، باختصار ما الذي حصل في هذا الموضوع؟ نعم شادي، يعني يبدو أنه مسلسل الهجرة غير الشرعية بلبنان لن يتوقف رغم كل المآسي اللي بتنتج عنه من وفاة الأشخاص المسافرين أو اختفائهم أو حجزهم بالبلدان اللي كان من المفترض أنه يسافروا عليها ويكملوا حياتهم هناك. بجديد هذه الرحلات انطلق من يومين قارب من منطقة المنيا شمال لبنان، حصل معه عطل فعاد باتجاه منتجع الأكوا مارينا ببلدة شكة أيضا بشمال لبنان بعد ما كان عم بيحاول مغادرة المياه الأقليمية، حيث أوقفت مخابرات الجيش وقوة من مجموعة الشواطئ البحرية التابعة لقوى الأمن الداخلي المسؤولين عنه وعددهم ثلاثة وجميعهم من الجنسية اللبنانية، وحاليا تجرى التحقيقات معهم. أيضا يعني في المعلومات الأمنية المؤكدة للجديد، على متن هذا القارب كان في 24 شخص من الجنسية السورية، 6 لبنانيين، 20 عراقي و9 أشخاص من دون هوية. وطبعا هؤلاء الأشخاص يحالون إلى الجهات المختصة من أمن عام وقوى أمن حسب الصلاحية. هذه المعلومات شادي المؤكدة حتى هذه اللحظة، طبعا مزيد من التفاصيل بتقرير موسع بنشرة المساء. شكرا لك رنا.